We're in business then with the cars on the grid ready for the first of the two Thunder Arabia races of the weekend. So the man on pole position is Raed Raifi, the championship leader. We have now the five red lights on. The lights go out, away they go, and a good start then by Rafai from pole position, who gets the drop on everybody else, but up from the back of the grid already trying to make progress on the likes of Benissa and Moro and also Al-Yayish as they go down towards turn one. We've got the first two then almost side by side, but I think as they get to the braking area, it is going to be Raed Raifi who is going to be able to grab the lead. Yes, he is. So Rafai takes the advantage into the right-hander. One or two of them being a little bit careful on that opening corner, but certainly Rafai it is in the lead, although he's coming under pressure as they work their way up through turn two and turn three, because he's got then the American driver Ed McAlpin tucking in behind him, and Moro looking for a way through to try to gain some ground, and so also is Salman Benissa Al Khalifa. They make their way along the straight for the first time. They're down towards turn 11, and very definitely then a great start has put Raed Raifi in the lead of the race, but a change imminent for second because McAlpin goes back up on the inside. He briefly lost that second place. He grabs it again as they go through turn 11, but already as they head halfway around lap one, the man in the lead, Raed Raifi, has got an enormous advantage over the rest of them. إذن رائد رفيع في هذه الأثناء يتمكن من المحافظة على تصدره لمجريات السباق الذي يتألف من 15 لفة. للتذكير فقط رائد رفيع هو بحريني الجنسية. رعاته الرسميين في هذه البطولة هم فورد موتور كرافت، كواليتي كير، مستشفى البحرين الدولي، وكابا البحرين. هذا السائق أيضا هو أصغر السائقين سنا المشاركين في البطولة، ويمتلك موهبة كبيرة كبيرة كبيرة. هذا السائق الذي تمكن من إحراز الفوز في الجولات الرابعة الخامسة والسادسة، يعني أحرز ثلاث انتصارات على التوالي في السباقات الثلاثة الأخيرة، وأيضا وقف ثلاث مرات على منصة التتويج. السائق البحريني رائد الرفيعي يتصدر ترتيب نقاط البطولة بفارق نقطتين عن السائق المصري أحمد حمادة الذي يمتلك 51 نقطة مقابل 53 نقطة لرائد رفيعي. إذن مع نهاية اللفة الأولى السائق رائد رفيعي يتصدر ركب السائقين المشاركين بفارق ثانيتين و 549 بالألف من الثانية عن منافسه الأبرز في البطولة أحمد حمادة. إذن أحمد حمادة ثانيا، مكالبن سائق السيارة رقم 8 في المركز الثالث. مكالبن بالطبع هو الأمريكي الجنسية، بالطبع قبل قليل حدثتكم عنه هذا السائق إد مكالبن البالغ من العمر 28 عاما والذي يعمل في القاعدة الأمريكية في مملكة البحرين. رابعا الحربي، خامسا الخان، وفي المركز السادس السائق الهندي فارا. إذا في هذه الأثناء نشاهد السائق اليافع جدا رائد الرفيعي يقود الصدارة. شاهدنا السيارة رقم 6 التي يقودها يعيش السائق السعودي عبد العزيز اليعيش يضغط بشدة على مركبته، ما يؤدي إلى انزلاق سيارته وانحرافها عن مسار التسابق. ولكن السائق يعيش الذي على ما يبدو أن هذا أسلوبه في القيادة يقود بشكل هجومي، يتأخر كثيرا في الضغط على مركبته، والأمر الذي يتسبب في العديد من اللحظات الأكروباتية. شاهدنا هذا السائق يخرج عن المسار خلال التجارب الدائلية وخلال العديد من السباقات التي استضافتها حلبة البحرين السابقة في الماضي. إذن في هذه الأثناء ما زال السائق رائد رفيعي البالغ من العمر 15 عاما والذي هو من بين ثلاث سائقين آخرين يتم يعني تبنيهم من قبل المعنيين عن البطولة، يقود الصدارة بكل راحة وكأنه يحلق وحيدا في الصدارة بفارق معقول عن أقرب سائق إليه. هذا الفارق يبلغ، دعونا نرى، يبلغ الآن سائق توسع كثيرا 4 ثواني فاصلة 542 بالألف من الثانية عن منافسه الأبرز في البطولة السائق المصري أحمد حمادة. في المركز الثالث الحربي، وفي المركز الرابع إد مكالبن. We've got them pulling away in the lead, Raed Raifi, but now behind him there's a great battle going on because we have, first of all, Ahmed Hamada battling now with number 7, Fahad Al-Khabi, and also Ed McAlpin, those three running together. But Jamie Morrow is a man on the move up from the back of the grid. He's in 7th now, not making quite the same progress as Salman Benissa. He was way, way back on the opening lap. He's up into 13th place now with more work to do. But for 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th places, we've got a tremendous train of cars then. Hamada, Al-Khabi, McAlpin, Al-Khan and Vara is also there as well as they head up towards the now left-hander of turn 11. We have in second place then now, by the look of it, we do, number 7, which is Fahad Al-Khabi, and he's turning his way through with this great battle going on behind him as Hamada tries to sort out McAlpin. But Jamie Morrow is the man on the move at the moment. He's benefiting a little bit from the battle going on ahead that's holding up one or two of the drivers, but certainly in the lead of the race that we have at the moment, Raed Raifi, because he is pulling away all the time. 4.5 seconds to the good he was at the end of just 2 laps of the race. He's about to come down towards turn 15 and 16 once more through that double apex right-hander. Behind him then in second place now is Fahad Al-Khabi, the
Saudi Arabian driver, with now Ed McAlpin trying to fight his way back into third. He's lost out for the moment, however, to number four, Ahmed Hamada, as they come into the corner, about to accelerate up over the line. Long gone is Rafiei as he comes across the line now with the fight for second place, about to come pouring over the line. It is just in second place at the moment then. Al-Harbi in third place as they come past the pits now is Hamada. In fourth place is McAlpin. Fifth is Sanjay Vara. Down to sixth is number 10, which is Mustafa Al-Khan. And then Jamie Morrow, who is now the fastest man on the circuit. Jamie Morrow, the Thunder Arabia instructor. He's running these cars in the UK, the quickest man on the track briefly. But then Salman Banissa goes even quicker at the end of the lap. Banissa now lapping in the 1:38 and a half as the second, third and fourth battle goes up towards the link between the main circuit and the paddock circuit. Clattering over the kerbs there is Hamada up into second place now. McAlpin running a little bit wide onto the dirt as well. And as they sort themselves out, McAlpin, I think, is going to drop back into fourth. But Morrow is the man on the move then. He's inching up onto the back of that leading group, and Jamie Morrow, certainly I think we could get onto the podium before the end of this race. We're on lap four of a 15 lap race, and Morrow, number 15, catching Al-Khan. اذا مع انتهاء ثلاث لفات من اصل 15 لفه يجتمع عليها هذا السباق، ما زال السائق اليافع والواعد رائد رفيعي يتصدر الركب مع بفارق 5 ثواني و300 بالالف من الثانيه عن السائق فهد الحربي الذي تمكن خلال اللفه السابقه من تجاوز السائق المصري حماده وتقدم عليه للمركز الثاني، بينما تراجع ترتيب حماده الى المركز الثالث. السائق مكالبن في المركز الرابع، فارا الهندي في المركز الخامس، والسائق الخان سائق السيارة رقم 10 السائق مصطفى الخان حاليا يحتل المركز الخامس أداء أمام السائق السيارة رقم 15 جيمي مورو. للتذكير فقط، جيمي مورو هو من بريطانيا وشارك في العديد من سباقات الفورمولا زب في المملكة المتحدة، وحاليا هو المدرب الخاص لأول 3 سائقين في البطولة. السائقين كما سبق وذكرنا الذين تقوم شركة ثندر أريبيا بدعمهم وتبنيهم، وهم كل من رائد رفيعي، راشد القطان، محمد جلال العلي. هؤلاء الثلاثة يشرف هذا المدرب على تدريبهم وعلى تحسين اسلوب قيادتهم وعلى توجيههم على الطريقه الصحيحه. وايضا حاليا هذا المدرب جيمي مورو السائق الذي يحتل حاليا المركز السابع هو يعمل مدربا لثاندر اريبيا. اذا في الصداره وبعد نهايه رابع لفه من اصل 15 لفه يشتمل عليها السباق، ما زال السائق رائد رفيعي في الصداره بفارق 5 ثواني و865 بالالف من الثانيه عن احمد حماده. حماده بالفعل تمكن من استعاده مركزه. لا نعرف ماذا حصل للسائق الحربي، تراجع ترتيبه كثيرا من المركز الثاني دفعه واحده الى المركز الخامس. نشاهد في هذه الاثناء السائق السياره رقم 2 وهو السائق القطان ينزل عن المسار ويتراجع ترتيبه ايضا الى الخلف كثيرا. السائق القطان شاهدنا هذه السيارات طبعا تحتاج الى اسلوب نوعا ما مهذب وناعم وسلس في القياده حتى يتمكن السائق من استخراج افضل من هذه السيارات. السيارات الخطوة الأولى في سلسلة سباقات المقعد الأحادي وتتيح لسائقها تعلم كيفية ضبط السيارة وكيفية يعني معرفة ردة فعلها وأيضا إيجاد معايير الضبط الملائمة لها. وأيضا هنالك الإطارات الملساء التي هي من صنع أفون التي تعطي السائق فرصة في كيفية إيجاد الحرارة المناسبة لها بهدف الخروج بأفضل ما يمكن من هذه السيارات. إذن في هذه الأثناء وبعد نهاية اللفة الخامسة تمكن السائق رائد رفيعي من توسيع الفارق الذي يفصله عن سائق السيارة رقم 4 السائق المصري أحمد حمادة الممول من قبل مودرن موتورز. بينما في المركز الثالث نشاهد السائق إد ماكلبن، هذا السائق الذي يعمل عسكريا في القاعدة الأمريكية في البحرين. نشاهد حاليا انزلاق أحد السائقين وخروجه عن أرض المسار. نشاهد أن هناك كثير من يعني الحماس والتشويق في هذا السباق. سائقين كثيرين عم بيرتكبوا أغلاط وعم بيخرجوا عن السباق، ولكن في المقدمة يعني الجبل رائد رفيعي ما بتهزه أي ريح. هذا السائق عم بوسع الفارق تبعه عن أقرب منافس له، عم بزيده عن 6 ثواني ونصف ثانية في هذه الأثناء عن منافسه الأبرز حقيقة في البطولة السائق المصري أحمد حمادة. في المركز الثالث السائق الأمريكي ماك ألبن. We're on lap 6 and it is still the dominant Ryan Rafiei who is leading the race by 6.5 seconds now from in second place at number 4, the car of Ahmed Hamada. The gap, as I say, 6.5 seconds, and it is not for coming down. In third place, speeding up once again, number 8, Ed McAlpin, as we have one car running very, very wide out of turn 14 that time. Up onto the dirt, we've had a spin as well from the man that was last. Number 18, Jaap van der Gaag, has lost the
pale blue car, pale blue and white. There's a replay on the big screen at the moment of him getting it all wrong, I'm afraid. So Van der Garde having a spin, that was down at turn one. But Jamie Morrow's progress up through the field continues. He's in fifth place now as we have the leader across the line. Then onto lap seven goes Rafiai. He goes through then, lapping in the 1:38 this time. In second place across the line is this fight between Hamada and then Machalpin. But we have now Jamie Morrow in his fifth place, lapping in the 1:38. At the moment, he's lapping quicker than anybody else on the track. Now, the gap first to fifth between Rafiai and Morrow is 10.9 seconds, which I don't think can come down. But certainly, Morrow is catching now onto the back of the battle for third place between Ed McAlpin and then number seven, Fahd Al-Khabi. So, Morrow for the podium is realistic here. In eighth place now, by the way, is Salman bin Issa. And the other driver that was going to be well worth watching, number six, which is Abdulaziz Al-Yaish, also from near the back of the grid, is only 10th, so he's not really making the progress expected. The man that's third in the championship there, the championship leader, who's had three wins already this year, Raib Rafiai, is the man in the lead now by 7.3 seconds. He's pulling away from Ahmed Hamada in second position, and then McAlpin and Al-Khabi battling for third and fourth, being caught by Morrow. We have number 17 just turning his way through some way back, which is Ahmed Kuzbar in the Samanaya Garage PPG Paints car, and Kuzbar is in 15th place as the race leader, absolutely dominating this race now, comes for the seventh time down towards the last couple of corners on the lap, 7.3 seconds Rafiai is ahead of Hamada. إذن ما زال السائق البحريني اليافع رائد الرفيعي يتصدر الركب ويوسع صدارته مع نهاية كل لفة، باتت صدارته عن أبرز منافسينه في البطولة، والسائق صاحب المركز الثاني المصري أحمد حمادة قاربت من 7 ثواني ونصف الثانية. إذن رائد رفيعي في الصدارة، السائق المصري أحمد حمادة في المركز الثاني. وحاليا سنطلعكم بالتحديد عن الفارق بين هذين السائقين. توسع الفارق ووصل الى 7 ثواني ونصف الثانيه. اذا الرفيعي في الصداره، احمد حماده في المركز الثاني، السائق الامريكي ماكالبن في المركز الثالث بفارق 8 ثواني و214 ألف من الثاني. في المركز الرابع سائق السياره رقم 15 جيمي مورو، كما اسلفنا هذا السائق يعمل مدربا في ثاندر اريبيا. في المركز السابع طبعا تردد في المركز الخامس، تراجع ترتيب هذا السائق كثيرا، سائق السياره رقم 7 فهد الحربي من المملكه العربيه السعوديه، ولكنه في هذه الاثناء هو في المركز الخامس امام السائق المصري، امام السائق الهندي سانجاي فارا، السائق الهندي البالغ من عمره 27 عام والذي يعمل في شركه مايكروسوفت المكتب الاقليمي في جنوب اوكرانيا. الخان في الخان سائق السياره رقم 10، السائق مصطفى الخان حاليا يحتل المركز السابع، لكن بالحقيقه النتيجه اللافته والتي لابد من التوقف عندها والاشاده بها هي نتيجه السائق سلمان بن عيسى الخليفه، هذا السائق الذي انطلق من مؤخره رقب المشاركين في هذا السباق نظرا لانه سائق زائر، تمكن في هذه الاثناء من التقدم واحتلال المركز الثامن. شاهدنا يعني عنده وهو اسرع السائقين ايضا اللي تمكنوا من الدوران حول الحلبة البحرين في خلال هذا السباق، وكان طبعا السائق اسرع توقيت خلال التجارب التاهيليه. السائق سلمان بن عيسى يمتلك ميزات كثيره اضافه الى موهبته وقدرته الهائله على تجاوز السيارات، شاهدناه خلال السباق يتمكن من تجاوز السيارات هو بالجمله، ولكن بعد نهايه اللفه الثامنه نشاهد ان السائق رائد رفيعي بالفعل يحلق وحيدا في الصداره، وكانه يعني مزود باجنحه سحريه، هذا السائق اليافع الباغت من العمر 15 عاما. بالفعل تمكن السائق سلمان بن عيسى في هذه الاثناء من احراز اسرع توقيت لللفه مع الدقيقه 38.215 بالالف من الثاني للسائق سلمان بن عيسى الذي تقدم وتقدم وتقدم بهالاثناء، بات الترتيب والمركز الثامن وهو يعني يتخلف بفارق 913 بالالف من الثاني عن السائق السياره رقم 10 السائق مصطفى الخان من مملكه البحرين. في الصداره ما زال الرفيعي في المركز الاول بفارق 7.467 بالالف من الثاني. اوه عم نشاهد هذه الاثناء تشابك بين سيارتين، عم نشوف تشابك بين سيارتين وخروجهم عن ارض المسار، ولكن طبعا الطريقه المصممه فيها هذه السيارات اتاحت للسيارات هاي العوده الى ارض الى 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 مسار الى مسار الحلبي. شاهدنا هذا الاحتكاك تم بين السائق على ما اعتقد مكالبن وايضا السائق سياره رقم
سائق السيارة رقم 13 الورداني الذي هو كما سبق وأسلفنا هذا السائق الورداني هو الرئيس التنفيذي لثاندر أريبيا. We've had a coming together, I'm afraid, at turn 11 between Hamada and McAlpin while they were driving into one another, which has put McAlpin out of the race with broken suspension. We've now got Jamie Morrow up into second place. Ryan Rafai goes across the line in the lead then, onto lap 10 of the race now, but about to come through in second position. Behind him is the new second place man, Jamie Morrow. He's about to lap number 18 at Jaap van der Kaart. The gap between the leaders then is 11.7 seconds. I don't think that's going to be bring downable for Morrow. In third place now is number 7, which is the car of Fahd Al-Fahmy. In fourth place, number 4, the recovering Ahmed Hamada. In fifth place, now number 11, Sanjay Vara. In sixth place, number 20, Salman Bin Issa, who has been lapping very, very quickly of late. We're just getting a shot on the screen of the retirement, sadly, of Ed McAlpin. You can see the buckle suspension there after the contact between him and Hamada. And so McAlpin is out of the race. But Rafai now has Jamie Morrow, a more experienced driver in these cars, having had to work his way up to the back of the grid now, the guest driver, trying to close on him. I don't think, given the evidence of the lap times, that it is going to be a gap that can be brought down. But I did suggest that we could get Morrow on the podium. And that now is certainly being borne out. We've also had a spin, by the way, although he rejoined number 13, Hassan Al-Wadni. He is going back into the race, also getting their lap times down now. Number 17 across the line there, Ahmed Kuzbah, also speeding up. Number 14, which is Mike Foster. So the drivers become more familiar with the cars and the circuit and racing in general, so they get quicker. We're on lap 10, however, now. We've got six more laps to run. The race leader is, I think, imminently to emerge from the last couple of corners on the lap. We have, first of all, though, just going through the French driver, Christophe Marriott, who goes through now in 16th place. And the race leader comes powering now up towards the start and finish line to complete two-thirds distance. Number one goes across the line now, the car sponsored by Quality Care, by Ford Motorcraft, the International Hospital Bahrain, and Kappa Bahrain as well. Raheem Rafai goes through them on now to lap 11. Jamie Morrow chasing him now. Is that gap coming down between the pair of them? It is. It's 11.1 seconds, 6 tenths gained, but it's not quick enough, that sort of a reduction, to give Morrow a real chance of scoring a victory here. In third place across the line, number 7, Fahd Al-Fahmy, and then fourth place, number 11, Sanjay Vara. Well, Jamie Morrow is the man on the move then, but the fastest lap of the race of anybody has been set by Salman bin Issa on lap 8, a 1:38.2. Although Morrow is lapping quicker than Rafai, he needs him, I think, to have some sort of a problem in order for him to really gain. Rafai the leader, Morrow is second in number 15, and then in third, number 7, Fahd Al-Fahmy. إذن السائق رائد رفيعي تمكن من أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد خلال اللفات الماضية. بات بالبداية يتصدر السباق بفارق جدا واسع عن أقرب منافس له وهو السائق سيارة رقم 15 المدرب جيمي مورو. ولكن اللافت في تأدية الرفيعي عوضا عن كونها ثابتة ومستقرة وأوقاته دائما في معدلها العام خلال دوران خلال لفات هذا السباق هو أن هذا السائق اليافع البالغ من العمر 15 عام تمكن بالطبع من توسيع الفارق عن مورو المدرب في بطولة ثاندر أريبيا. عم تشاهد قطع من بعض السيارات على أرض الحلبة، بالطبع هذه تسبب تنعكس سلبيا على السيارات التي من الممكن أن تسير يعني فوقها. ولكن الرفيعي بعد نهاية 10 لفات يقود الصدارة بفارق 11 ثانية، 188 بالألف من الثانية عن المدرب السائق السيارة جيمي مورو. ولكن اللافت في تأدية السائق الرفيعي هو تراجع منافسه الأبرز الحربي إلى المركز الثالث. ولكن في هذه الأثناء تمكن السائق سلمان بن عيسى من التقدم للمركز السادس، وهو عوضا عن كونه صاحب الأوقات الأسرع في الدوران وقطع الحلبة، لأنه يبدي عدائية كبيرة في تجاوز السيارات. هنالك أقل من ثواني معدود. بن عيسى في هذه الأثناء يتقدم إلى المركز الثالث. كنت عم بحكي لكم عن هذا السائق قديش انه بارع وماهر في التجاوزات. تمكن من يعني شق طريقه من مؤخره خط الانطلاق، وحاليا هو يتقدم ليحتل المركز الثالث السائق سلمان بن عيسى. سائق سلمان بن عيسى اذا خلال اول مشاركه له على بعد اربع لفات من وقوف
اعتناء منصة التتويج، وأيضا المدرب مورو تمكن في هذه الأثناء من تقليص الفارق الزمني الذي يفصله عن المتصدر رفيع ليصل إلى 10 ثواني و470 بالألف من الثانية. في المركز الرابع فارا، في المركز الخامس الخان، في المركز السادس الحربي، في المركز السابع أيضا يعني نتيجة تراجع كبير للسائق حماد الذي كان فترة من الوقت يعني امتدت خلال اللفات السابقة من أنه يتقدم للمركز الثاني، ولكن تراجع بسبب هفوة قيادية وتقدم العديد من السائقين عليه إلى المركز السابع. هل يعيش من المملكة العربية السعودية في المركز الثامن، القطان في المركز التاسع، العلي في المركز العاشر، تري في المركز 11، الوردان في المركز الثاني عشر، الصفار في المركز 13، فوستر في المركز 14، كوزبر في المركز 15، ماريوت في المركز 16. We're on then now lap number 13 and up onto the podium, Sheikh Salman bin Issa Al Khalifa, because number 20, another of the cars on the back of the grid, but bear in mind he was the fastest man in qualifying, he's now up into third position. It is still Raya Rafai who is in the lead, but Jamie Morrow now is even closer, 8.9 seconds behind them. The next train of cars comes through, headed by Salman bin Issa, who in turn is not, I'm afraid, catching Morrow. Up into fourth place now has cab number 7, Fahd Al Khabi. In fifth place, we've got number 11, Sanjay Vara. And in sixth place, going over the line, number 10, Mustafa Al Khan. And those three are about to go down towards turn one absolutely together. We've had a change for fifth place now because Al Khan in the yellow car goes ahead of Vara, almost touching the back of Al Khabi as they wriggle their way through turn one and two. And now Vara comes back up alongside Al Khan there, side by side those two, and back up into his fifth position goes Sanjay Vara in the Microsoft car. He runs a little bit wide then. Al Khan tries to fight back. So lap 13 out of 15 we are on. Ryan Rafai is the man in the lead of the race. Jamie Morrow is second in number 15. But the real battle now is on for fourth and fifth and sixth places, where number 11, fifth place man Sanjay Vara, is working overtime to keep at bay the yellow car of Mustafa Al Khan as they head up now towards turn 11. Al Khan having a look on the inside there to try to find a way through, but he couldn't quite do it. The pair of them in danger, though, squabbling like this and holding each other up. And that's going to allow number 7, Fahd Al Khabi, to pull away once again. They're going now up towards turn 14. There's a yellow flag being waved up there. Somebody having had an incident, possibly still the recovery of Ed McAlpin's car, because I can't think of anybody else that's gone missing in this race. The leader, however, comes now down towards turn 15, then into 16, and up across the line goes number 1, Raya Rafai. He is now on lap 14. Just two laps to go. Now, what, if anything, can Morrow do about this gap between him and the leader? He laps Christophe Marriott, now going over the line. The gap is down to 8.8 seconds now. And Morrow is still charging, but I don't think it's going to be enough. Salman bin Issa is in third position. And then this battle for fourth comes across the line, being headed by Fahd Al Khabi. Fifth is Sanjay Vara in the Microsoft car. And then in sixth place is the bright yellow, the distinctive yellow car, the Mohammed Jalal and Sons entered car in the hands of Mustafa Al Khan. That's the top six. We've got just two more laps to run. إذا ما زال السائق رائد رفيعي في صدارة، ولكن صدارته عم تتقلص رويدا رويدا عن السائق مورو. تمكن من أن يجعل الفارق 8 ثواني و885 بالألف من الثانية. السائق البحريني الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة يحتل حاليا المركز الثالث. في المركز الرابع الحربي سائق السيارة رقم 7 عم نشاهده حاليا عم بقود أيضا معركة دارية مع السائق فارا. إذا السائق فهد الحربي حاليا الممول من قبل الرفاع في نادي الرفاع للجولف وانترناشنال هوسبيتال اوف بحرين، حاليا هو يحتل المركز الرابع امام السائق الهندي فارا، سائق السياره رقم 11، السائق سانجاي فارا ايضا ممول من قبل مايكروسوفت التي يعمل فيها بحرين. في المركز السادس هنالك السائق السياره رقم 10، السائق مصطفى خان، سائق بحرين يبلغ من العمر 27 عاما. في المقدمه وبعد انقضاء 13 لفه من عمر هذا السباق، نشاهد حاليا انزلاق السياره رقم 6 التي تعود للسائق اليعيش، السائق السعودي عبد العزيز اليعيش، يبلغ من العمر 20 عاما، وهذا السائق لا يعمل حاليا، هو طالب في الجامعه. اذا الرفيعي مع بقاء لفه واحده على السباق ما زال في الصداره، وعلى مقربة ليست ببعيدة عنه السائق السيارة رقم 15 السائق جيمي مورو، هذا السائق الذي يعمل مدربا في فاندر أريبيا. الفارق تمكن من تقليصه إلى 8 ثواني و267 بالألف من الثانية، نتيجة لافتة أيضا للسائق سلمان بن عيسى، حاليا يحتل المركبة الثالثة أمام السائق سيارة 7 السائق الحربي، السائق سيارة رقم 7 السائق فهد الحربي حاليا يحتل المركز السابع. معنا في المركز الخامس السائق سانجاي فارا، هذا السائق الذي شاهدناه يخوض معركة ضارية مع السائق البحريني مصطفى الخان.
أيضا في المركز السابع حاليا معنا في المركز السابع حاليا السائق عبد العزيز اليعيش، هذا السائق الذي شاهدناه كيف خسر أكثر من مركز في بداية السباق نتيجة انزلاق سيارته. إذا مع بقاء لفة واحدة على نهاية هذا السباق، مازال السائق رائد رفيعي يقود الصدارة بفارق 8.276 بالألف من الثانية عن السائق مرو الذي تمكن في هذه الأثناء من تسجيل أفضل توقيت للفة. أسرع توقيت سجله السائق مرو مع دقيقة 38.374 بالألف من الثانية. في المركز الثالث سلمان بن عيسى، في المركز الرابع الحربي فارا، بالمركز الخامس الخان، بالمركز السادس علي عيش، بالمركز السابع العلي ثامنا القطان، بالمركز التاسع وحاليا نشاهد العلم المرقق والسائق رائد رفيعي يسجل رابع فوز له في سلسلة سباقات تندر أريبا ويعزز من صدارته في البطولة أمام بالطبع مدرب البطولة والسائق المخضرم والمحنك مرو المشارك في مثل هذا النوع من السباقات في المملكة المتحدة. وأيضا نتيجة لافتة ورائعة للسائق الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة خلال أول مشاركة له في هذه البطولة، يتمكن من اعتلاء منصة التتويج بالرغم من انطلاقه من مركز متأخر على خط الانطلاق. في المركز الرابع حاليا نشاهد السائق السيارة رقم 7 فهد الحربي يحتل المركز الرابع. في المركز الخامس عندنا السائق سانجاي فارا، في المركز السادس الخان، في المركز السابع علي عيش، في المركز الثامن العلي، في المركز التاسع القطان تري حمادة، في المركز الحادي عشر وفي المركز الثاني عشر الوردان وهو للتذكير الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات ثندر أريبيا، في المركز الثالث عشر الصفار، في المركز الرابع عشر الكوزبر، وفوستر بالمركز الخمسطعش وماريوت بالمركز الستعش، سائقين لم يتمكنا من إنهاء السباق على الإطلاق هما السائق فاندجر الذي تسبب بالانسحاب خلال لفة بورش كاريرا، تمكن هذا السائق على متن سيارة بورش كاريرا أو بورش جي تي 3 من إحراز نتائج طيبة ولافتة، وأيضا أبدى مهارة فائقة يعني تسلطت الضوء على الموهبة. Can we have please onto the podium Sanjay Vara, the Indian driver then in the Microsoft car, finishing in third place. In second of the championship registered drivers, Fahd Alkhabi. And the race winner then, Raed Rafai. And with the top three drivers on the podium, we will now have the national anthem of the winning driver. Mr. Ihab. From. Who's Raed Rafi'i first? Who's second? And Sanjay Vara. Fahd third. Okay. Sadati. مرة أخرى يصدح نشيد مملكة البحرين في حلبة البحرين الدولية جراء الفوز الكبير والرائع الذي سجله اليافع رائد رفيعي في هذا السباق. بالطبع المنصة هي ليست للسائقين الثلاثة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام، وإنما ضمن جدول نقاط البطولة هنالك توزيع جوائز حاليا على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. معنا كل من السيدين إيهاب وحسام من المودرن موتورز، وكلاء بالطبع سيارات فورد في مملكة البحرين، سيقوموا بتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. The trophy is to be presented by Modern Motors representatives Mr. Ihab and Mr. Hassam to the drivers in reverse order, Sanjay Vara, Fahd Alkhabi and Raed Rafai. إذن سانجاي فارا، فهد الحربي، رائد رفيعي الفائز يتسلم جوائزهم وكؤوسهم بالأحرى من كل من إيهاب والسيد إيهاب والسيد حسام ممثلين عن شركة مودرن موتورز. إذن السيدين إيهاب وحسام ممثلين عن شركة مودرن موتورز قدموا
الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب نقاط البطولة. إذن رائد رفيعي في المركز الأول، في المركز الثاني على منصة التتويج فهد الحربي، وفي المركز الثالث السائق الهندي سانجاي فارا. هنالك أيضا ابقوا معنا، هناك منصة تتويج للسائقين الضيوف المشاركين في هذا السباق. في المركز الأول في هذه السلسلة معنا المدرب مورو. مورو هو شارك على متن السيارة رقم 15 جيمي مورو. معنا في المرتبة الثانية السائق سلمان بن عيسى والسائق الورداني. We shall in a moment therefore have the